وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس البولندي أنه تم ترحيب بما أبدته بولندا بتقديم الخبرة في استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، حيث استضافت بولندا 3 دورات سابقة للقمة. كما تم الترحيب بما أبدته بولندا من استعداد لتقديم الخبرة فيما يتعلق باستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27، أخذاً في الاعتبار استضافة بولندا 3 دورات سابقة للقمة، ولقد شهدت المباحثات توافقاً حول أهمية دعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي، وتم توجيه الدعوة للجانب البولندي للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر.